آخر مشكلة معانا هي شكوى من أبراج المحمول. الشكوى دي مستمرة على طول وبتجيلنا كتير. النهاردة حبينا نتكلم فيها. النهاردة هي موجودة في حي النرجس 2 بالتجمع الخامس. الغريب في القصة إنه الأهالي نجحوا في الأول من 6 شهور إن هم ياخدوا موافقة إنه مش هيتم تركيب أي شبكات محمولة في هذه المنطقة. وبعد 6 شهور المفاجأة إن جهاز القاهرة الجديدة قال لهم لا، هيتم تركيب الشبكة وإحنا مش هنتكلم عن الأضرار أو إيه اللي هيحصل لكم. طيب دلوقتي أنا مش عارفة إزاي هم في الأول أخدوا موافقة وبعدم التركيب وبعد كده الجهاز جاي النهاردة يركبها غصب عن السكان الموجودة في هذا المكان، بالرغم أن التجمع الخامس كبير ومنطقة صحراوية ممكن أن هم يركبوا هذه الشبكات في منطقة بعيدة عن السكان، لأنه زي ما أنتوا عارفين أنه برضو في النهاية الشبكات دي ممكن بيبقى لها تأثير على السكان في المنطقة. أنا مش عارفة إيه نوع التأثير، بس ممكن يبقى الذبذبات، المهم لها تأثيرات سلبية. معانا المهندس محمد طه أحد المتضررين. مهندس محمد أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. تفضل قولي إيه اللي حصل؟ الحقيقة احنا في شهر 11/2019 فوجئنا بأحد شركات المحمول جاية ومعها تصريح من مؤقت من جهاز مدينة القاهرة الجديدة. أيوة. بإنشاء أحد أبراج المحمول في الحديقة اللي هي اللي احنا بنطل عليها. ويمكن دي حديقة ذات طبيعة خاصة، لأن هي احنا الحقيقة في البداية احنا دافعين 15% من قيمة الأرض قيمة تميز نظرا للإطلال على الحديقة. فهي ما هياش حديقة عامة، الحديقة العامة حضرتك ما بتدفعيش عليها فلوس. أيوة. الحقيقة كأي حد انترست في الموضوع فطلبنا منهم إن احنا نشوف التصاريح، أنت حضرتك على أي أساس هتيجي تبني هنا؟ فعلا لقينا في تصريح مؤقت من الجهاز، ومن ضمن الاوراق اللي احنا فوجئنا ان هي مفترض انها تكون مستوفاه من القائمين بالانشاء هو موافقه السكان. قلت له طب ما احنا السكان حضرتك. ايوه. ممكن تقول لي مين من السكان اللي هو وافق لك على انك حضرتك تجيبني هنا؟ ما فيش اجابه. تواصلنا مع رئيس الجهاز كان ساعتها المهندس سعد النجار، شخصيه محترمه. حقيقه تفهم الموضوع ووقف الانشاء. بعدها ب4 شهور بالظبط نفس الشركة من نفس الجهاز من نائبة الجهاز اللي أصدرت التصريح الأولاني أصدرت تصريح تاني برضو مؤقت نفس الشركة. طب ليه ما رجعتوش لنفس المسؤول تاني يمكن يوقف؟ الحقيقة كان اتغير. اتغير طب معلش اللي جه مكانه للأسف. للأسف تغير الشخصيات ممكن يخلف القرارات أو يغير القرارات أو شكلها. الحقيقة بنفس الآلية تواصلنا مع الجهاز وقدمنا برضو لو سمحتوا في خطأ ما في هذا الموضوع، دي منطقة سكنية ما هيش منطقة خدمات. لم يستجيبوا بأي شكل من الأشكال، بلس إن هم أوريدي اللي كان جاي الحقيقة كانت أشبه بكتيبة كاملة بمعنى حوالي 20 عامل و3 محامين. وحصل نوع من التعدي حتى على أحد السكان. والموضوع وتم التركيب بالفعل يعني؟ لا يا فندم ما تمش التركيب. احنا استندنا لحاجات مهمة جدا. اولا احنا طبعا في بلاغات حصلت في القسم، ومن اهم البلاغات اللي هي اثيرت في هذا الموضوع هو بلاغ بالنيابه عن واحده من السكان عندها جهاز تنظيم ضربات قلب وممنوع عليها اصلا استعمال الموبايل، فما بالك مواجهه الموبايل قدامها. سوري، برج المحمول. الحقيقه ده تعريض مباشر لحياتها للخطر، واحنا اقرينا وقلنا الكلام ده في المحضر بتاعنا واختصمنا حتى نائب رئيس الجهاز ان كده حضرتك بتعرض حياه بني ادم للخطر. أكيد طبعا. طيب دلوقتي إحنا نوجه الكلام لمين أو نناشد مين؟ الحقيقة أكتر من جهة، لأن في نوع من التخبط في المواضيع. إحنا أولا طبعا صعدنا الموضوع إلى جهات كتير منها التظلم للنائب العام ولوزارة الإسكان وحتى للقوات المسلحة وللجهاز نفسه. إحنا في شكاوى مقدمة وفي محاضر في النيابة حاليا منظورة للجهاز، بلس إحنا توجهنا للنيابة الإدارية والرقابة الإدارية. يعني إحنا تواصلنا مع الجهات كتير. الحقيقة في نوع من مش عايز اقول اتهام، لكن الحقيقه في نوع من التلاعب بالاوراق، بمعنى ان هذا التصريح المؤقت مفترض ان فيه اوراق تستوفى قبل، لان الحقيقه دكتوره احنا بعد الازمه اللي حصلت احنا اضطرينا ان احنا نراجع ونشوف القوانين عشان نعرف حقوقنا فين.
الحقيقه في القانون 10 سنه 2003 اللي هو تنظيم الاتصالات، في نص واضح وصريح بضروره الحصول على موافقه القوات المسلحه. طلبنا ده من شركه المحمول. ايوه طبعا روغه مراوغه غريبه جدا ان الكلام ده مش تصريح مسبق، لا ده تصريح بعد، وبيجي القوات المسلحه تشوف التركيب وتقارن والى اخره. طبعا الكلام ده كلام فارغ لان نص القانون واضح، انا مش هجادل في نص. فده نوع من التدليس واساءه استخدام السلطه. فوجئنا بعدها يعني الشركه خلاص تراجعت، شالت الحاجه بتاعتها اللي هي الشركه نفس الشركه اللي خدت التصريح الاولاني. ايوه فوجئنا بعدها بشهر شركه محمول اخرى حصلت على نفس التصريح من نائب جهاز القاهره الجديده. فالحقيقه طيب. احنا الموضوع اصبح بالنسبه لنا علامه استفهام لابد من اجابه يعني. فاضطرينا نصعد الموضوع. يعني دلوقتي لغايه دلوقتي بس يا استاذ محمد احنا الحمد لله انه ما تمش تركيب اي شبكه جنبكم يعني في المنطقه السكانيه دي. احنا هقول لحضرتك على حاجه في منتهى الاهميه. احنا حضرتك الموقع الجغرافي بتاعنا دايره، احنا مركز ثلاث ابراج محمول يبعد اقصاها 500 متر عنا. فاحنا بنعاني من شاور من الالكترومجنتيك فيلدز او السيجنالز اللي بتطلع. اي في شيء في منتهى الخطوره يا دكتوره، ان هذه السيجنال تمام تاثيرها على الجسم معتمد على حاجتين، قوه السيجنال والثانيه هي الفتره الزمنيه اللي بيتعرض ليها الجسم لهذه السيجنال. حضرتك احنا 24 ساعه في سبعه معرضين لثلاث ابراج حوالينا، بس المسافه نسبيا 500 متر، يعني في ضرر بس الى حد ما، ما اعرفش ممكن يكون تاثيره ايه، لكن هذا البرج ملاصق على بعد امتار من البيوت عندنا. اي وبعدين مش عارف الى اي مدى في صحه بني ادم او في حياه بني ادم معرضه للخطوره. على العموم احنا بنناشد جهاز القاهره الجديده وبنضم صوتنا لصوتك يا استاذ محمد ان هم يحاولوا انه الشبكات دي ممكن تتحط في منطقة أخرى، لأنه زي ما قلنا التجمع الخامس منطقة صحراوية، وممكن نحط يعني الشبكة بدل ما تبقى في المنطقة السكانية تبقى بعيدة شوية، مش هيحصل حاجة يعني، ونبقى يعني حافظنا على السكان. لأنه اللي احنا نعرفه أنه يعني حتى واحنا نايمين المفروض ما نحطش جهاز الموبايل جنبنا، الجهاز نفسه بيطلع منه ذبذبات وطاقات سلبيه ما ينفعش ان هي تبقى موجوده في جسم الانسان. فايه بقى لو شبكه كبيره موجوده في منطقه سكانيه وفيها اطفال وفيها كبار سن؟ فاحنا بنناشد جهاز القاهره الجديده ان هو يتعاون معانا ويتعاون مع السكان ان هم يحطوا الشبكه في منطقه بعيده عن العمران، بعيده عن المنطقه السكانيه، وفي نفس الوقت تبقى برضو تبقى مؤثره وفعاله وما يبقاش مثلا وضعها غلط، وفي النهايه يبقى احنا حمينا المواطنين. وبشكرك استاذ محمد طه اللي كان معايا على التليفون، احد سكان التجمع الخامس. طيب نروح بقى نسمع شوية مزيكا مع عازفة الهارب ياسمين حربي.